عبر واعتبار، نبش في آثار الإنسان، وقراءة في سر البيان. عبر واعتبار، ملامسة لسلوك البشر، ورؤية وبعد نظر. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج كريمة بن نيكس. في عز الحكي والتوصيف يسمو الإصغاء الباني، ويحضر التأويل الرباني لما ينتبه الإنسان إلى أخيه الإنسان، ويرفع عينيه إلى خالق الإنسان ومعلمه سحر البيان. وجدتني هاهنا أرقب خروج شيخي من خلوته، وأنا أستشيط غضبا من أحدهم ومن تصرفه تجاهي، بعدما أساء إلي وأنا الذي أحسنت إليه بكل أريحية لما احتاج إلى دعمي وسندي بعد الله. ها شيخي يصل، فأبادره بالسلام وأنا في حالة هستيرية، أحكي له بلا مقدمات وهو يبتسم: أرأيت يا شيخي كيف هي أخلاق هؤلاء اللئام؟ يتنكرون للجميل بشكل أرعن، ولا يوفون إلى من مد يده لمساعدتهم. أرأيت؟ يبتسم شيخي ويقول: من المؤكد يا ولدي أنه قد سبق وأسديت لأحدهم معروفا ثم تنكر لك، نسيك مباشرة، لم ينعكس ذلك المعروف على صفحات وجهه، بقي مقطبا كما كان. تجربة مؤلمة ولا شك. الحياة مليئة بهؤلاء الذين لا يعرفون كلمة شكرا، ولا يتقنون النطق بعبارة أحسن الله إليك، وتعتبر الابتسامة لديهم من علم الغيب. دعهم، فعمرك أقصر من أن تضيعه في لومهم أو التفكر في مملكة النكران التي قرروا العيش فيها، وانصرف إلى الشكور سبحانه لتحيي أزاهير قلبك التي حطمها هؤلاء. يا ولدي، عليك أن تعيش مع الشكور، تأمل ظلال هذا الاسم العظيم، امسح تجعدات الحياة المتعبة بمعاني هذا الاسم الجليل. يا ولدي، سبحانه يشكر عبده على ما قدم من عمل صالح، وكلمة عمل صالح لا حدود لها، تكاد لعظمتها واتساعها تملأ ما بين السماوات والأرض. فهو سبحانه يأمرك بهذا العمل الصالح الذي فيه صلاح دنياك وآخرتك، فإذا عملته يكون سبحانه هو المستحق لشكرك لدلالتك عليه وتيسيره لك وإصلاح حالك به، أليس كذلك؟ ولكنه بكرمه هو من يشكرك عليه، فهل في الكرم مثل هذا؟ وهل في الجود قريب من هذا؟ كيف يشكرك؟ هذا سؤال يا ولدي تفنى الأعمار دون الإجابة عنه. فكما أن ذاته سبحانه لا تدركها الأبصار، فإن أسماءه وصفاته لا تدرك كيفيتها ومنتهى علمها العقول. ومع ذلك فلنا من باب التفكر والتدبر أن نسيح مع هذا الاسم العظيم كي نستجلي ظلاله في حياتنا. فمن شكره سبحانه يغفر الذنوب ويستر العيوب، يوفي الحسنات ويعظم الأجور، يعطي الصحة والعافية والأبناء والمال والحياة الهانئة، يرزقك الذكر الحسن والسمعة الطيبة، يستجيب دعواتك ويشعرك بقربه ويؤنسك به، يشفيك من أسقام مات غيرك بمثلها، ويرفع عنك بلايا تضعضعت نفوس غيرك بأقل منها، يهديك إلى الحق وقد ضل الكثير عنه، ويثبتك على الهداية وقد زاغت عنها أفئدة من هم أذكى منك وأعلم منك وأقدم في الإسلام منك. يا ولدي، اقرأ وتخيل ما
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هل انتهت؟ لا، والله يضاعف لمن يشاء. سبحانك. حبة في العمل تتحول بفضله وبكرمه وبشكره لك إلى 700 حبة في الأجر والثواب. كيف؟ 1 = 700. تعمل صالحا يستحق أجرا مثله، فيأجرك الله مثله 700 مرة ويضاعف لمن يشاء. مع كرم الله تتغير المسائل الحسابية، لأنه كرم لا يخضع للمعادلات الحسابية بل للفضل الإلهي. سبحانه إذا أعطاك أدهشك، وإذا أكرمك أذهلك. ومن ذا الذي لم يعطه العظيم ويكرمه الكريم؟ نحن في كل لحظة من حياتنا، بل في كل جزء من اللحظة، نستقبل ما لا يمكن إحصاؤه من العطايا والهبات. يا ولدي، هؤلاء أنبياؤهم عملوا الصالحات وجاهدوا لتبليغ كلماته، فشكرهم بأن أعلى ذكرهم وجعلهم قدوات يقتدى بهم، وخلد قصصهم وعبرهم في أعظم كتبه، وحمى أعراضهم فلم يبح لأحد أن يستنقص من قدرهم أو أن يسيء الظن بهم، وغير ذلك من شكره لهم سبحانه وتعالى. ولذكرهم في كتابه مزية أستشعرها دائماً: عبد من العبيد خلقه الله بقدرته، لم يكن شيئاً مذكوراً، ثم يقول عنه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، واذكر في الكتاب إدريس إنا وجدناه صابرا. توقف قليلا يا ولدي، أكمل الآن. نعم العبد. الملك العظيم يقول عن عبد من عبيده: نعم العبد. يا الله، ما أعظم كرمه إذا أراد أن يكرم. وإذا نظرت إلى شكره سبحانه لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه قسم له رحمته: أهم يقسمون رحمة ربك، واختصه برسالته: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكان معه في جميع أدوار حياته: والله يعصمك من الناس، وجمله بجميل أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهؤلاء الصحابة الذين بذلوا أرواحهم وأعمارهم وأموالهم نصرة للدين، شكرهم بأن جعل الكلام فيهم من علامات النفاق، ورضي عنهم وضاعف أجر أعمالهم وعدلهم جميعا بلا استثناء، وجعلهم خير القرون، وقال فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والأحاديث في فضل عمومهم وأعيانهم أشهر وأظهر من أن تذكر، وكل هذا شيء من شكر الله لما قاموا به من تصديق وجهاد وبذل. يا ولدي، فكما يشكر الكريم من عمل معروفاً، فكذلك سبحانه وله المثل الأعلى يشكر شكراً يليق بكرمه وبعزته وعظمته، شكراً لا كالشكر، فهو شكور، لأن الشكر الواحد منه أعظم من كل شكر. وهو شكور لأن العمل الواحد منك يشكره المرة تلو الأخرى، وهو الشكور لأنه يشكر العمل الكبير والعمل الصغير، بشرط أن يكون خالصاً صواباً، فهو لا يشكر الأعمال العظيمة فقط، بل حتى مثقال الذرة منك يشكره وينميه. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره.
فقد أدخل امرأة الجنة بشق تمرة، وبغيا بأن سقت كلبا، وثالثا كل حياته ذنوب، فأمر أبناءه أن يحرقوه ويذروه بعد موته خوفا من أن يعذبه الله، فأدخله الجنة بأن خاف منه. ورابعا ليس له إلا حسنة واحدة لأنه تصدق بها على صاحبه. وخامسا قتل 100 نفس لأنه هاجر إليه. ومن شكره سبحانه أن يعجل بثواب المتصدق فيرزقه بركة ويغدق عليه من نعمه. يخبرنا عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل صدقة عبده بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه. وهذا من شكره وفرحه سبحانه بطاعة عبده عموما. يحكى أن أحد سكان المنطقة الشرقية قبل 10 سنوات، عندما كنا واقفين عند متجر شهير، عن قصة ذاك المتجر يقول: كان صاحبه موظفا عاديا يجمع من مرتباته، وتجمع زوجته من مرتباتها كي يبنوا بيت العمر كما يقال. ولما شارف المبلغ أن يجمع، صلى الزوج في مسجد وسمع كلمة من أحد الدعاة حث فيها على بناء المسجد، وأنه من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وقعت تلك الكلمة من الرجل موقعها، فانصرف من ليلته إلى زوجته وأخبرها بنيته أن يجعل كامل المبلغ في مسجد يبنيه، فإذا بزوجته تدفع له مالها عن طيب خاطر وتطلبه أن تشاركه في مشروع المسجد. لك أن تتخيل يا ولدي كيف تغير خطتك التي بذلت لأجلها عرق سنين في ليلة، ويكون ذلك التغيير لله عز وجل ونابعا من قلب حي يريد الله والدار الآخرة. ويواصل الراوي: بعد بناء المسجد أخذوا في الجمع من جديد، ولعل فكرة التجارة قد طرأت على عقل الزوج فافتتح متجرا صغيرا، فإذا بالزبائن يأتون من كل مكان، وإذا بالأموال تمطر عليه. فوسع الرجل متجره، ثم بعد مدة فتح له فرعا، ثم الثاني والثالث. يقول الراوي دائما: والآن له في المنطقة الشرقية فقط 13 فرعا. وهذا الكلام قبل 10 سنوات فقط. سبحان الشكور، سبحان من لن يخسر أبدا من يتاجر معه. ها هنا نقف يا ولدي وأواصل معك الحديث بعد صلاة المغرب بإذن الله، فاجعلها صلاة مودع أو صلاة شاكر على الأقل. عبر واعتبار، نبش في آثار الإنسان، وقراءة في سر البيان. عبر واعتبار، ملامسة لسلوك البشر، ورؤية وبعد نظر. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج كريمة بنيكس.